ركلة ركنية الآن من نصيب الاتحاد، تنفذ الآن الكرة والمحاولة خطيرة جدا، بونو يتصدى ياسين وترجع الكرة أمام الجول. حلوة 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 الكرة، اللقطة الماضية للعميد، وبالتالي يبدو بأن هنالك تسلل كان موجود، كان هنالك تسلل، لكن انظروا إلى ياسين بونو الحارس الذي من الصعب جدا أن يسجل فيه. وبالتأكيد مراتي في فترة من الفترات هنا نشاهد توزي على تنفيذ الكرة الثابتة، هل نشاهد هدفان؟ الكرة تأتي لكن ياسين بونو يقطع الطريق، صارت مرتدة ماركوس ليوناردو والافتكاك، ليوناردو والتحول والتمريرة، هنا الانقضاض، قطع مسافة لكنها مررة بالخطأ أمامية باتجاه إنكودو في مكان خطير، إنكودو تسديدة وبونو يتألق في صدها. يا لهذه الكرة، يا لهذه الفرصة اللي كانت في منتهى الخطورة. الكرة الآن حدود جميلة لربما تعود، لقد فعلها إنه بونو. يا إلهي يا الله، بونو 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 ديما بونو. نعم كان هناك حالة تسلل لكن ردة فعل رهيبة فظيعة رائعة جدا لبونو في إيقاف المرمى، حتى وإن كانت بالتسلل لقد ترك تاريخ نادي الريان كرة، محاولة عرضية خطيرة بالرأس وياسين، أي ردة فعل، أي ردة فعل، أي تألق، أي حارس مرمى، أي شخصية وقبضة حديدية. ياسين واحد يا عالم، رقم واحد يا عالم، بونو يصد كرة في منتهى الخطورة.